أعزائنا المشاهدين، بنرحب بكم سلسلة حلقات مختلفة ومتصلة من برنامجكم تبسيط العلوم، بنخصصها لشرح وتبسيط قواعد ومبادئ وأساسيات علم النحو. الحقيقة وصلنا معكم النهاردة الحلقة هامة جدا، ويكون موضوعها عن حالات نصب الفعل المضارع وأدواته المختلفة. معنا ومعكم النهاردة لشرح وتبسيط هذه القواعد أستاذ إمام الأزهري، مدرس اللغة العربية بالأزهر الشريف. مرحبا بك. اهلا بحضرتك فندم، ربنا يعزك. اهلا بحضرتك. تذكره بسيطه كده لكل ابنائنا الطلاب بالعشر يعني ادوات اللي بتستخدم في نصب الفعل المضارع، ووصلنا في الحلقه دي لكي ونقول برضو بعض الامثله التوضيحيه ليها. حاضر فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل كده اتكلمنا او وقفنا عن نصب الفعل المضارع، وكرر تاني معلش اقول ان احنا عندنا الافعال ثلاث انواع: الفعل الماضي، وقلنا دائما مبني، وعرفنا هو مبني على ايه، والفعل المضارع قلنا هو الوحيد اللي بيعرب ويبنى، وبيبنى في حالات قليله وبيعرب في غالب الاحيان. وقلنا ان الفعل المضارع يعني ايه معرب؟ يعني يرفع ويعني ينصب ويجزم. واتكلمنا عن الرفع باستفاضه، واتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن النصب، وتقريبا هنرجع نكمل او نقول نذكر بس الناس، بنقول ان احنا قلنا الادوات النصب او الناصبه للفعل المضارع 10 ادوات: ان ولن وكي واذا ولام الجحود ولام التعليل فاء السببيه واو المعيه او وحتى. اتكلمنا المره اللي فاتت عن ان، اتكلمنا عن لن، واتكلمنا عن كي، وقلنا او ما لحقناش ناخد امثله لكي، تعالوا ناخد امثله لكي ونشوف. المره اللي فاتت ما لحقناش طبعا، الجواب الحلقه انتهت وما لحقناش نشرح نقول امثله ليها، زي قول الله تعالى بيقول لكي لا يعلم، رقم ثلاثة تمام، بيقول لكي لا يعلم. يلا نعرف، ها، لكي لا يعلم، يبقى يعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ها فتحة ولا حذف النون؟ ها، اسمع شباب بتقول الفتحة، برافو صحيح، هذا كلام صحيح. طيب لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، فين الفعل المضارع المنصوب هنا يا شباب؟ ها، لكي لا تحزنوا، تكتبوا ورايا ولا لا الاول؟ يلا اكتبوا ورايا، لكي لا ها تحزنوا على ما فاتكم، يبقى تحزنوا، برافو، اسمع، تحزنوا فعل مضارع ها منصوب وعلامه نصبه حذف النون، لانه ها بيكوز لازم ها، لانه فعل من الافعال ها الخمسه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الاداه الرابعه وغير المشهوره في نواصب الفعل المضارع، وهي اذا، اداه رابعه اذا. اذا دي تنصب الفعل المضارع زي ما هنعرضها دلوقتي قدامكم. اذا اداه تسمى حرف جواب ونصب، حرف جواب وايه ونصب، حرف جواب ونصب. طيب لكن عشان اذا تكون ناصبه للفعل المضارع لازم يتوفر فيها ثلاثه شروط. ايه هي الشروط دي يا شباب؟ تعالوا نقول، اول حاجه ان تكون مصدره في جملتها. يعني ايه؟ يعني اقول لك لازم تيجي في اول الكلام، تيجي في بدايه الايه ها، تيجي في بدايه الجمله. تاني حاجه ان يكون المضارع بعدها دال على الاستقبال او مستقبلا. ثلاثة، الا يفصل بينها وبين الفعل المضارع اللي هي جاية تنصبه فاصل، مفيش اي فاصل غير القسم والنداء زي ما الازهر بيعلمنا. مثال اقول اذا تسعد لي لمن قال لك ساتزوج فتاة صالحة، اذا تتفوق
جوابا لمن قال لي مثلا سأذاكر دروسي بجد واجتهاد. إذا تفهم النحو جوابا لمن قال سأذاكر النحو من سلسلة الإمام، أو من سمع للإمام. يبقى إذا هنا فين الأفعال؟ شايفينها قدامي كده؟ يلا نشوف مع بعض. إذا تسعد، يلا نعرف فعل مضارع، ها منصوب وعلامة نصبه ها فتحة ولا حذف النون؟ الفتحة، برافو. طيب المثال التاني اللي بعديه، ها إذا تتفوق، علامة نصبه إيه؟ الفتحة، برافو. يبقى فعل مضارع، تتفوق فعل مضارع منصوب، بس الناصب ليه مين؟ نركز يا شباب. إذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه هنا الإيه؟ الفتحة. طيب تعالوا المثال الثالث، إذا تفهم النحو، إذا تفهم النحو، اعرف تفهم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب الظاهرة ولا المقدرة؟ ها؟ الظاهرة. بقدرت أنطقها يبقى أقول الظاهرة. طب لو قلت إذا تفهم، يبقى فعل مضارع منصوب ها بإذا وعلامة النصب حذف ها النون، لأنه فعل من الأفعال الخمسة. برافو برافو، أسمع طالب بيجاوب معايا، برافو. طيب تعالوا ننتقل للأداة الخامسة، ها لام الإيه؟ لام الإيه؟ الجحود. لام إيه يا أستاذ؟ لام الجحود. لام الجحود يعني إيه لام جحود أصلا؟ زي ما بنشوف قدامنا على الشاشة، ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا. في هنا أن مستخبية بعديه. الحقيقة للأمانة العلمية إن الأدوات بعد إذا كده ما بتنصبش بنفسها، لا في أن مستخبية، سواء حسبناها أن مستخبية أو مش أن مستخبية، المهم إن فيه نصب بعد ده، نصب للفعل المضارع، تمام؟ طب يا أستاذ أعرف لام الجحود دي إزاي؟ أعرف لام الجحود دي إزاي؟ أقول لك والله بكل بساطة، هي المسبوقة بكون منفي. تاني تاني تاني، المسبوقة بكون، يعني ايه بكون منفي دي يا استاذ؟ اقول لك والله يعني كان منفي، ما كان، لم يكن، لم نكن، لم تكون. المهم ان في كلمة كان ومعاها اداة نفي وجاي بعديها فعل مضارع، زي ما كان الحر ليقبل الضيمة، ما كان الحر ليقبل الضيم. يبقى يقبل فعل مضارع ها منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، أو ما التربية والتعليم بنقول على طول منصوب بلام الجحود وعلامة نصبه ها الفتحة. زي مثال لم نكن لنفرط في مذاكرتنا، يبقى نفرط فعل مضارع ها منصوب وعلامة نصبه الايه الفتحة. طب الظاهرة ولا المقدرة هنا عشان نذاكر نركز؟ يبقى الفتحة المقدرة. طيب الفتحة الظاهرة. نقف مع حضرتك أستاذ إمام عند هذا القدر، وهنروح مع السادة المشاهدين لهذا الفاصل، ونعود بعده لاستكمال كلامنا وشرحنا. رجعنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مرة تانية لمتابعة حديثنا وشرحنا لقواعد ومبادئ النحو في برنامجنا تبسيط العلوم، وطبعا النهاردة مع علامات النصب الفعل المضارع وأدواته المختلفة، ويمكن هم عددهم كبير جدا حوالي 10 حالات. فنستكمل مع حضرتك. ماشي، احنا خدنا اللي وقفنا لحد رقم 6 اللي هي لام التعليم، وكلمنا كنا لسه مكلمين قبل الفاصل عن لام الجحود. طيب ايه الفرق بين لام التعليل ولام الجحود؟ لام التعليل لو بياخدها احبابنا في تربيه وتعليم، تمام، لام التعليل يعني تذكر السبب، اقول حضرت ليه؟ لاشرح النحو. ذهبت لاحصل العلم، يبقى هنا ذكرت ها. يبقى اي فعل مضارع فيه لام يبقى حاجه من اتنين، يا اما لام تعليل
يا اما لام جحود. لام الجحود هلاقي قبلها كون منفي، لكن لام التعليل مفيش قبلها كون منفي. زي ما قلت جئت لاشرح درس او دروس النحو، ها يبقى هنا اشرح فعل مضارع منصوب، ها وعلامه نصبه الفتحه الظاهره ولا المقدره. اسمع ناس بتقول الظاهره، برافو. طيب حضرت لاصلح بين المتخاصمين، يبقى فين الفعل المضارع؟ يلا كله طلع معايا، ها اصلح فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طب هنا ناصب ليه؟ لام التعليل ولا لام الجحود؟ ها يبقى هنا الناصب ليه لام التعليل، زي قول الله تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين. تبين فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه. تعالوا ننتقل للاداه السابعه وهي فاء السببيه. ويعني ايه فاء سببيه؟ يبقى فاء بيجي بعدها الفعل المضارع على طول لازق فيها، خلاص الاثنين حبايب مع بعض كده. بس يعني ايه الاول فاء السببيه يا شباب؟ فاء السببيه هي التي يكون ما قبلها سببا في حصول ما بعدها. طيب تعالوا زي ما احنا شايفين على الشاشه، لا يهمل الصانع فيقبل على صناعته. لما الصانع مش هيهمل التالي الناس هتروح له، خلاص. يبقى هنا يقبل فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه، سواء بقى كان بقى مضمره وجوبا او هي فاء السببيه بابن التربيه وتعليم، خلاص. المهم ان هو فعل مضارع، اللي انا عايز اعرفه ان هو فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره ولا المقدره. ها يقبل، عرفت احط الفتحه على اللام ولا ما عرفتش؟ ها عرفت احط، يبقى اذا ده فعل مضارع منصوب بفتحة ظاهرة. طيب ليس الأحمق يعني مأمورون أو مأمونا فنصاحبه. نصاحب، نصاحب فعل مضارع ها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تعال المثال بعد كده، لا تصاحب غادرا فينالك غدره، أو فينالك ها غدره. تعالوا فينالك يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولا تأمن خائنا فتصيبك خيانته، يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه تصيبك، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تعالوا ننتقل إلى الأداة الثامنة وهي واو المعية. يعني إيه يا أستاذ واو المعية؟ بكل بساطة هي واو بمعنى مع، تفيد المصاحبة، الاتنين مع بعض، إن حصول ما قبلها وما بعدها بيكون مع بعض في وقت واحد كده، تمام؟ زي إيه يا أستاذ؟ زي قول الشاعر لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. يعني هنا الشاعر بيقول لواحد متدين بيقول له ما ينفعش إنك تنهي عن خلق مثلا وأنت بنفس الوقت في نفس الوقت بتعمله وتأتي مثله. ها يبقى فين الفعل المضارع المنصوب؟ ها وتأتي فعل مضارع اسمع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب تعال مثال كمان، لما نقول ألا تزورنا وتتناول، ألا تزورنا وتتناول، فين الأفعال اللي موجودة في القطعة هنا؟ عندنا تزور وعندنا تتناول. طب الفرق بين الفعلين إيه؟ تزور فعل مضارع مرفوع، لكن أما تتناول فعل مضارع منصوب بعد واو معية أو بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مثال أيها الصديق اغفر هفوتي وأغفر هفوتك لتدوم صداقتنا.
هنا يلا نطلع الافعال المنصوبه مع بعض يا شباب. ها ايها الصديق اغفر هفوتي واغفر. اسمع الشباب. واحد بيقول اغفر فعل مضارع منصوب بان مضمره وجوبا او منصوب لانه وقع بعد واو المعيه وعلامه نصبه ها الفتحه الظاهره ولا المقدره. ها اسمع واحد بيقول لي مقدره ولا غلط. غلط ده الفتحه هنا ايه فتحه ظاهره. لتدوم هنا فعل مضارع منصوب بايه؟ ها لتدوم. يلا يا شباب الناس اللي معايا تدوم فعل مضارع ها بعد لام التعليل صح ولا ايه؟ صداقه ليت لي مالا واتصدق منه يعني مع التصدق يبقى فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره واتصدق منه. جميل ويا ريت ندرب نفسنا في النطق برضو عشان يبقى العلم النحو مش واخدينه ان احنا نقوله بس في الكتابه او في الاجابه او في الكشكول او في الكراسه. لا لازم لابد ان نطبق. ما ينفعش ان انا اقول واتصدق وهو فعل مضارع منصوب واتصدق. يبقى لازم ان احنا ندرب انفسنا على التطبيق العملي في النحو. وكمان لازم قراءة القرآن الكريم نقرأ منها ونطلع تدريبات الأفعال المضارعة المنصوبة، نطلع الأسماء، نطلع الأفعال، إيه نوع الفعل ماضي مضارع أمر وهكذا. تعالوا ننتقل إلى الأداة القبل الأخيرة أو الأداة التاسعة وهي أو. وعندنا أو يعني يجي بعدها الفعل المضارع. طيب وأو دي بتيجي عندنا بمعنيين. تأتي بمعنى إلى أو حتى ده معنى واحد، بعض العلماء قال إن هي تأتي بمعنى إلى وبعض العلماء قال تأتي بمعنى حتى والاثنين كلاهما صحيح يعني، لأن الاثنين بيفيدوا حاجة اسمها الغاية أو الانتهاء. مثال أما أقول أسهر أو أنهي قراءتي. يبقى هنا جت أسهر حتى أنهي قراءتي أو إلى أن أنهي قراءتي. يبقى هنا أنهي فعل مضارع منصوب بمين؟ بأن مضمرة وجوبا بعد أو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب عندنا أو برضو تيجي بمعنى إلا. زي ما أقول يقتل المتهم بالخيانة أو تثبت براءته. يبقى هنا تثبت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو في أن مستخبية هنا وجوبا غصبا عني مش بمزاج يا شباب. تمام أو على حسب الناس بعض الدارسين أن هي تنصب على طول. المهم أنه هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ولا المقدرة؟ الفتحة الظاهرة. طيب لأكافئن الصانع أو يهمل أو إلا أن يهمل. يبقى أنا تقدير الكلام إلا أن يهمل أو حتى أن يهمل. لا هنا إلا جاي بمعنى إيه؟ بمعنى إلا. طيب جدعان أسمع برافو شاطرين. طب حد يقدر يعرب لي يلا فعل مضارع يهمل ها فعل مضارع سامع منصوب ها بأن مضمرة وجوبا برافو. طب واحد قال نغفر له مش مشكلة أيا كان المهم إنه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ها أسمع الفتحة. طب الظاهرة ولا المقدرة؟ واحد هيقول لي الظاهرة اقول له برافو عليه شاطر جميل. تعالوا بعد كده ننتقل الى الاداة العاشرة والاداة الاخيرة وهي حتى. حتى بتنصب الفعل المضارع تمام زي قول الله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. حتى ها يرجع يبقى فعل مضارع منصوب ها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ولا المقدرة؟ ها مين يا شباب يقول لي؟ أنا النهاردة يهمني قوي أعرف حاجتين، فتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ أعرف فتحة ولا ثبوت ولا حذف النون في النصب أو ثبوت النون في الرفع. جميل؟ طيب قول الله تعالى يلا ناخد مثال تاني. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر معايا او لن نؤمن لك حتى
حتى نرى الله، ها لن نؤمن حتى نرى. ها يبقى عندنا كام فعل هنا؟ عندنا فعلين. اول فعل نؤمن فعل مضارع، ها اسمع الشباب، فعل مضارع منصوب لمين؟ بلن. لن. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب حتى نرى، يبقى نرى فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة ها الظاهرة ولا المقدرة؟ ها نرى، ها يبقى المقدرة. برافو استاذة رباب، زي الفل يعني، بسم الله ما شاء الله عليك. طيب زي قول الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا، حتى يخوضوا. يلا اسمع الشاطر اللي هيقول المثال ده، ها يخوضوا فعل مضارع ماله، ها منصوب ها بحتى ولا انه مضمره بعد حتى؟ ماشي. وعلامه نصبه ها، وعلامه نصبه ايه؟ وعلامه نصبه ايه يا شباب؟ اسمع، برافو، حذف النون لانه فعل من الافعال الخمسه. وكده احنا اتكلمنا عن الافعال المضارعه من حيث ها الرفع، اتكلمنا قلنا الفعل المضارع بيرفع اذا لم يسبق بناصب ولا جازم، وقلنا بينصب في اذا سبق الفعل المضارع باي اداه من الادوات دي. وتعلمنا النهارده ان علامات رفع المضارع يا اما الضمه سواء ظاهره او مقدره، يا اما ثبوت النون، كمان في النصب قلنا الفعل المضارع علامات النصب يا اما الفتحه يا اما نطير النون بتاعت الافعال الخمس. واوعى تنسوا الافعال الخمسه. وليه اتسمت افعال الخمسه يا شباب؟ لان ده مهم جدا، مهم جدا، وكل طلاب العلم والاحباب بيتلخبطوا، يقول لك ليه يا افعال خمسه رغم ان هم ثلاثه قدامنا او امثله خمسه؟ ليه؟ خلاص يبقى لازم نركز ليها. تعالوا بعد كده نتكلم عن جزم الفعل المضارع. امتى الفعل المضارع بيجزم يا شباب؟ الفعل المضارع يجزم في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا سبق بأداة، ونتعرف عليهم دلوقتي، تجزم فعلا واحدا. الحالة الثانية إذا سبق بأداة تجزم فعلين. والحالة الأولى قلنا سبق بأداة تجزم فعلا واحدا. طب والحالة الثانية إذا سبق بأداة تجزم فعلين. طب والحالة الثالثة ها إذا وقع الفعل المضارع في جواب الطلب. يبقى عايزين ثلاث كده عشان نعرف امتى يجزم الفعل المضارع، ها اذا سبق باداه تجزم فعلا واحدا، اثنين اذا سبق باداه تجزم فعلين، ثلاثه اذا وقع الفعل المضارع في جواب الايه؟ في جواب الطلب. لكن يا ترى ايه هي الادوات اللي تجزم فعلا واحدا؟ ايه هي الادوات اللي تجزم فعلين؟ ايه هي الادوات اللي تجزم هي امتى يقع في جواب الطلب؟ تمام؟ تعالوا نتكلم عن كل واحده بالتفصيل. معانا وقت يا استاذه ولا تمام. لسه؟ احنا لسه معانا. طيب بنقول الفعل المضارع امتى يجزم؟ الحاله الاولى اذا سبق باداه تجزم فعلا واحدا. تعالوا نتعرف على الادوات التي تجزم فعل واحد. عندنا اربع ادوات واصحاب، هما دول اللي بيجوا مع الفعل المضارع. تمام؟ ايه هما؟ اول حاجه لم، اتنين لما، هنعرف الفرق بينهم، تلاته لام الامر، اربعه لا النهيه او لا الطلبيه. الاتنين بمعنى واحد. تعالوا نشوف لم، زي لم يفرط خالد في الامانه، لما حان الموعد ولما يصل زيد، لام الامر زي لنتنبه الى اشارات المرور، اربعه لا النهيه لا تتدخل فيما لا يعنيك.
دي الأمثلة الخاصة بالأدوات جزم الفعل المضارع. الحقيقة حضرتك قدمت لينا سلسلة حلقات بسيطة، الشرح فيها كان وافي وكافي لتوضيح حالات نصب الفعل المضارع وأيضا جزم الفعل المضارع، لكن هنستكمل بإذن الله مع حضرتك مرات أخرى إن شاء الله القادمة نعرف بالتفصيل ونعرب والأمثلة كالعادة توضح لينا المسألة إن شاء الله. شكرا يا فندم لحضرتك وجودك معنا. شكرا أعزائنا المشاهدين، حتى نلتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء جديد.